حياكم الله إلى نشرة الظهيرة وفي عناوينها. محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع أبي أحمد العلاقات بين البلدين. حاكم الفجيرة يأمر بمنح الموظفين في حكومة الفجيرة إجازة لزيارة اكسبو. السلام عليكم بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها وهنأ سمو خلال الاتصال الدكتور آبي أحمد بمناسبة تنصيبه لولاية جديدة رئيسا لوزراء إثيوبيا متم متمنيا له التوفيق والنجاح في مواصله اداء مهامه ومسؤولياته كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة حفظه الله ورعاه بمنح موظفي حكومة الفجيرة ستة أيام مدفوعة الأجر إجازة لزيارة اكسبو 2020 دبي مع عائلاتهم والمشاركة في إثراء تجاربهم وخبراتهم في هذا الحدث العالمي. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم عضو المجلس الاعلى حاكم راس الخيمه بحضور الشيخ احمد بن سعود القاسمي رئيس دائره الخدمات العامه براس الخيمه في قصر سموه بمدينه صقر بن محمد يوم امس سعاده اللواء الركن خليفه حارب الخيالي وكيل وزاره الداخليه الذي قدم للسلام على سموه وطلع سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج واستراتيجيات وزاره الداخليه الراميه الى تقديم افضل الخدمات الامنيه وفق اعلى المعايير العالميه لترسيخ الامن والامان في الاماره والدوله مثمنا سموه الجهود التي تبذلها وزاره الداخليه وفريق عملها بقياده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الذي يولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومه العمل الشرطي وتطوير كافه المجالات الامنيه في الدوله ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الماليه أمس الاجتماع الدوري للجنه الميزانيه العامه بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسه، وذلك في مقر اكسبو 2020 دبي، حيث ناقشت اللجنه خلال الاجتماع مشروع الميزانيه العامه للاتحاد لدوره السنوات 2022/2026 وذلك في ضوء المستجدات والاجراءات التي قامت بها وزاره الماليه لاعداد مشروع الميزانيه العامه للاتحاد لدوره الميزانيه للسنوات الخمس المقبله كما استعرضت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة لمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية لعام 2022 والدورة الخمسية القادمة للسنوات 2022-2026 بالاستناد إلى تقديرات وتوقعات الجهات الاتحادية لإيراداتها ومصروفاتها المستقبلية وبناء على أولويات الإنفاق العام على البرامج التنموية أعربت أو افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مجمع أدنق السكني بمدينة مزرعة في منطقة الظفرة والذي بلغت تكلفته نحو 898 مليون درهم وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على تطوير الكادر البشري الإماراتي حققت نتائجها المرجوة عبر إشراك الكوادر الإماراتية الشابة المؤهلة في إدارة العديد من المشاريع التي تتطلب درجة عالية من التخصصية وبشكل خاص الطاقم. مثمنا سموه جهود أدنق واهتمامها باستقطاب القوادر الإماراتية وتدريبها وتأهيلها، مؤكدا أن أبناء الوطن هم حاضره ومستقبله وعليهم تقع مسؤولية كبيرة في العديد من القطاعات. حضر الافتتاح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنق ومجموعة شركاتها العضو المنتدب للشركة من ناحية أخرى افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان طريق حقل شاهم زرعة في منطقة الضفرة والذي تم تنفيذه من قبل مركز النقل المتكامل وشركة الدار العقارية الدار بتكلفة تقديرية تبلغ 168 مليون و800 ألف درهم يأتي تنفيذ الطريق في إطار الحرص على تجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع افضل المعايير العالميه أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة بدون طيار مفخخة اعترضتها قوات التحالف، واعتبرت دولة الامارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسلمين. سافرين وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين وجددت الوزارة تضمن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من اجراءات لحفظ امنها وسلامه مواطنيها والمقيمين على اراضيها. واكد البيان ان امن الامارات العربيه المتحده وامن المملكه العربيه السعوديه كل لا يتجزا وان اي تهديد او خطر يواجه المملكه تعتبره الدوله تهديدا لمنظومه الامن والاستقرار فيها. اجتمع قداسه البابا فرانسيس بابا الكنيسه الكاثوليكيه مع أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية في دورتها الثالثة 2022 يوم أمس الأربعاء وذلك بالمقر البابوي مؤكدا أهمية العمل الذي يقومون به للعالم ووصف قداسة البابا فرانسيس لقاءه التاريخي مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في أبو ظبي بأنه الخطوة الأولى على طريق الأخوة الإنسانية هذا واعرب, وأع... وأعرب اعضاء لجنه تحكيم جائزه زايد للاخوه الانسانيه عن امتنانهم العميق لقداسه البابا فرانسيس على دعم اللجنه في مهمتها الساميه مؤكدين أن عملية التحكيم تستند في تقييمها إلى وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي تم توقيعها عام 2019 برعاية من صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة راعي الأخوة الإنسانية وفي ذات السياق اشاد فضيله الامام الاكبر دكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف بدور دوله الامارات في دعم قيم التسامح والاخوه الذي تجلى في استضافتها التاريخيه لتوقيع وثيقه الاخوه الانسانيه التي تعد مصباحا يضيء الطريق لكل محبي الخير والسلام. جاء ذلك في بيان اصدره الازهر امس عقب لقاء فضيله الامام بمقر اقامته بالعاصمه الايطاليه روما معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح والتعايش. وقال فضيله الامام الاكبر ان الساحه العالميه الان اصبحت مهيئه للتعايش وقبول الاخر اكثر من اي وقت مضى. مؤكدا فضيلته ان اجتماعات ممثلي الاديان لمناقشه كافه القضايا المعاصره ومحاوله التوصل الى حلول بشانها نموذج عملي لحوار الاديان المثمر زارت معالي آيلت شاكد وزيرة الداخلية الإسرائيلية والوفد المرافق لها مقر إكسبو 2020 دبي ضمن زيارتها الحالية إلى دولة الإمارات حيث طلعت معاليها خلال زيارتها لجناح الإمارات يرافقها اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الدائرة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي والعقيد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون وزارة الداخلية اطلعت على جانب من الموروث الحضاري للدولة والرسائل والقيم الإنسانية التي تحرص دولة الإمارات على نشرها خاصة فيما يتعلق بمفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم. واعربت وزيره الداخليه الاسرائيليه في كلمه دونتها في سجل زائري جناح وزاره الداخليه اعربت عن اعجابها بالمستوى المتقدم الذي وصلته الشرطه الاماراتيه والتقنيات والتطبيقات الحديثه المستخدمه في القطاعات الشرطيه والامنيه داعيه الى الاستفاده من التجربه الاماراتيه في هذه المجالات. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي والتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي على مدى يومين بحضور عدد من اصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من مختلف انحاء العالم. تتماشى اجنده القمه العالميه للاقتصاد الاخضر مع الرؤيه المستقبليه وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في تحويل التحديات الى فرص واعده. لذلك فاننا نتخذ من هذا التحدي فرصه للتنوع الاقتصادي والاستثمار في محركات نمو جديده. لمواصله مسيره التنميه والازدهار تعقد القمه العالميه للاقتصاد الاخضر هذا العام تحت شعار حشد الجهود لمستقبل مستدام وتركز على اربعه محاور رئيسيه هي الشباب والابتكار والتكنولوجيا الذكيه وسياسات الاقتصاد الاخضر والتمويل الاخضر لإيجاد استثمارات واعدة في هذا المجال وخلق فرص عمل ووظائف جديدة حيث من المتوقع أن يسهم الاقتصاد الأخضر بـ 12 تريليون دولار بحلول عام 2030 تركز القمة على تعزيز أسس التعاون بين دول العالم وبين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل ومواكبة أفضل الممارسات العالمية لإيجاد طرق وتقنيات حديثة ومطورة من شأنها تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من ان تكون خضراء، كما ستشكل منصه استثنائيه لمتابعه مسار التعافي الاخضر ومناقشه السبل المثلى لتطوير اقتصادات منخفضه الكربون والحد من ظاهره التغير المناخيه، حيث سيكون محطه هامه لدعم التطلعات العالميه الطموحه في بناء مستقبل امن ومستدام، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الامم المتحده للتغير المناخي في اسكتلندا في نوفمبر 2021. ياتي تزامن القمه هذا العام مع فعاليات اكسبو 2020 دبي الذي ينظم تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل ليرسخ مكانه الامارات ودبي كمركز عالمي لتسريع وتيره التنميه المستدامه وتحفيز الاستثمارات النوعيه في مجال الاقتصاد الاخضر وكقوه دافعه لتعزيز التعاون الدولي في مواجهه التحديات العالميه واكد معالي سعيد محمد الطير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئه كهرباء ومياه دبي رئيس القمه اكد في تصريح خاص لوكاله انباء الامارات وام ان القمه العالميه للاقتصاد الاخضر تختلف عن القمم السابقه من جهه الشراكه بين القطاع العام والخاص والتعاون الدولي وتعاون الحكومات للتغيير المناخي واظهار دور الشباب الفعال والهام في ظل التحديات التي تحولها دوله الامارات الى فرص في الطاقه الخضراء والتكنولوجيا الخضراء والتمويل الاخضر طبعا القمه الحاليه تختلف طبعا عن القمم السابقه. اولا حقيقه شراكه القطاع الخاص مع القطاع العام. ثانيا التعاون الدولي وتعاون الحكومات هذا مهم بالنسبه للتغير المناخي. ثالثا اظهار دور الشباب لان دور الشباب حقيقه دور فاعل ودور مهم وخصوصا في عارفين نحن التحديات اللي هي دائما دوله الامارات وحكومه دوله الامارات تحول التحديات الى الى فرص وخاصه في الطاقه الخضراء والتكنولوجيا الخضراء وكذلك التمويل الاخضر. طبعا اعتقد انا الـ 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 الهدف الرئيسي ان من, الـ من القمه هاي بتكون منصه وتمهد ل طبعا المؤتمر القادم في اسكتلندا. دوله الامارات سبقها حقيقه في مشاريعها الخضراء. وفي مجال الطاقه النظيفه. طبعا طبعا نحن على مستوى الامارات وحتى على مستوى حكومه دبي او على المستوى المؤسسات اليوم التحول الرقمي موجود يعني في في الدوله وكذلك استخدام التقنيات الخضراء واستخدام يعني الطاقه الشمسيه واستخدام يعني جهود الشباب متنوع في عده قطاعات وحتى في مجال يعني السيارات الكهربائيه طبعا المستقبل الهيدروجين نعتقد نحن ولكن بياخذ فتره زمنيه ولكن نعتقد الطاقه الشمسيه والهيدروجين هم المستقبل وقعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اتفاقية تعاون مع شركة ساعد للأنظمة المرورية، وذلك في إطار جهود الغرفة لتسريع وتسهيل وتقريب منافذ تقديم الخدمات لمنتسبيها من أصحاب الأعمال من خلال مركز خدمة شركة ساعد الكائن في إمارة الفجيرة. وقع الاتفاقية نيابة عن الغرفة سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، فيما وقع عن شركة ساعد سعادة المهندس إبراهيم يوسف رمل الرئيس التنفيذي للشركة وأوضح سعادة سلطان الهندسي أن الغرفة ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بتقديم خدماتها عن طريق الشركة وتشمل اصدار شهاده العضويه وتجديد العضويه وتعديلها وخدمه الغاء العضويه من خلال مركز الخدمه لشركه ساعد في الفجيره من جانبه اكد الرئيس التنفيذي لشركه ساعد حرصهم على التعاون مع غرفه الفجيره بما يحقق مصالح الطرفين واشار الى ان الشركه ستقوم باعداد موقع مخصص بمقر الشركه لتقديم خدمات الغرفه لمنتسبيها أقامت هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة شراكة مع سيكريت سيتي تريلز ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي دبي للسياحة وذلك بهدف إعداد تجارب استكشافية في متحف الشندقه بدبي لتعريف العالم بتاريخ الاماره العريق وتراثها الغني، وذلك بالتزامن مع افتتاح اكسبو 2020 دبي. وبموجب هذه الشراكه ستتعاون سيكريت سيتي تريلز مع فريق متحف الشندقه لانشاء مسارات اكتشاف كنوز دبي الثقافيه، وهي عباره عن تجربه اكتشاف تفاعليه منسقه ومشوقه، تتيح للزوار بحل بعض الالغاز والاجابه عن اسئله مرتبطة بالموقع ليتعرفوا إلى قصص فريدة عن الثقافة الإماراتية متتبعين الألغاز من مكان سري إلى آخر حيث يستكشفون أماكن ربما كانوا يمرون بها مرور الكرام دون أن تلفت انتباههم أو أماكن أخرى لم يسبروا خباياها بعد في منطقة الشندقة التاريخية شارك الجناح الإيطالي في إكسبو دبي احتفالات الدولة بمرور خمسين عاماً على قيام الاتحاد ضمن أحد أروقات الجناح بطريقة مبتكرة تعكس المشاركة عمق العلاقات التي تربط البلدين والمشاركة الإيجابية خلال إكسبو الذي يحظى بإقبال واسع من مختلف الجنسيات إضاءة على الجناح الإيطالي في التقرير التالي تحت عنوان الجمال يجمع الإنسان. ويمنح الجناح الايطالي زواره الفرصه للسفر في رحله عبر التاريخ من الماضي الى المستقبل ومشاهده ايطاليا من السماء للاحتفال بالجمال الذي هو بمثابه حلقه وصل بين الابداع والمعرفه صُمم الجناح الإيطالي الواقع في منطقة الفرس على شكل ثلاثة هياكل للسفن مقلوبة تغطي سقف المباني، إذ يروي المبنى قصة لا تُنسى عن الثقافة والفنون والاستدامة والتعليم والعلوم والأمن والإبداع، ويعكس تصميم الجناح المستلهم من المسارات التي تربط البحر المتوسط، ويعكس المهارات التي تتمتع بها الشركات الإيطالية والمجتمع الإيطالي وإبداعاتهم وإنتاجهم المبتكر. حيث يسلط الضوء على أفضل الممارسات مثل الاقتصاد الدائري والاستدامة يحظى الجناح الإيطالي في معرض اكسبو 2020 إقبالا واسعا من مختلف الجنسيات حيث يأخذ الجناح برحلة إلى قلب إيطاليا ويمكنك من الاستمتاع بالحدائق والساحات المفتوحة المستلهمة من الساحات الإيطالية التقليدية والتعرف إلى كيفية إطلاق روح الإبداع من أماكن ومناهج مختلفة في الحياة إلى الرياضة حيث أعلن المجلس الدولي للكريكت بدء طرح تذاكر منافسات بطولة كأس العالم للكريكت تي 20 2021 أمام جمهور المشجعين في الإمارات والعالم لحضور البطولة التي تستضيفها دولة الإمارات في الفترة بين الثامن عشر من أكتوبر حتى الرابع عشر من نوفمبر المقبل هذا وتقام البطولة على ملاعب الدولة وفي مقدمتها ستاد زايد للكريكت بالعاصمة أبو ظبي الذي يستضيف العدد الاكبر من المباريات الخمس والاربعين للبطوله الى جانب عدد من المباريات في سلطنه عمان بمشاركه سته عشر منتخبا أكد الهولندي فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات الوطني أهمية مباراة الأبيض أمام المنتخب الإيراني التي تقام مساء اليوم الخميس على استاد زعبيل في تمام الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والأربعين لحساب الجولة الثالثة للتصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وقال مارفيك خلال مؤتمر صحفي تقديمي للمباراة مساء أمس أنا راض عن الاستعدادات التي قمنا بها خلال خلال الأيام الماضية تحضيرا للقاء إيران واعتبرها جيدة إلا أن الأمر المؤسف هو أن المنتخب الإماراتي يدخل المباراة ناقصا لبعض اللاعبين بسبب الإصابات التي ألمت بهم ولكن بشكل عام لدينا الثقة في تعويض الغيابات في ظل توفر عدد من العناصر الجيدة في قائمة المنتخب. تتابعونا بعد الفاصل في الصفحة الإقليمية والدولية الرئيس المصري العرب دعموا مصر في اصعب اوقاتها دول غربيه العراقيون امام فرصه تاريخيه لتقرير مستقبلهم حياكم الله مجددا وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه التحيه والتقدير والاعتزاز للشعوب العربيه التي وقفت الى جانب مصر في ازمه عام 67 وقال السيسي كان ذلك احد اهم عوامل قدره مصر على الاستمرار وعلى الاستعداد الجيد لتحقيق نصر اكتوبر مشيرا الى ان الاشقاء العرب قدموا الكثير لمصر خلال الفتره الصعبه التي مرت عليهم جاء ذلك في كلمه للرئيس السيسي امس خلال والادوات التثقيفيه الرابعه والثلاثين للقوات المسلحه بعنوان اكتوبر ثلاثه وسبعين والعبور الى المستقبل وذلك بمناسبه من احتفالات القوات المسلحه بالذكرى الثامنه والاربعين لنصر اكتوبر المجيد بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنافي والنائبان موسى الكوني وعبد الله اللافي مع رئيس المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات في طرابلس عماد السائح امس اخر الاستعدادات لاجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل واليات تنفيذ العمليه الانتخابيه المقرره في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وتهيئه افضل السبل الفنيه والامنيه لانجاحها وجرى في الاجتماع التاكيد على ضروره صياغه اطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة يتوافق عليه الجميع حتى يساهم في إقامة انتخابات حرة وتقبل أو وتقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية. رحبت الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده واستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا والمانيا وايطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد رحبوا بالاستعدادات العراقيه للانتخابات المزمعة الاحد المقبل، معتبرة هذه الانتخابات المبكره فرصه للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم بشكل ديمقراطي. وفي بيان وزاري مشترك اصدرته هذه الدول أعربت عن إدراكها لأهمية هذه اللحظة في تاريخ العراق، والتي تستجيب لطلبات من الشعب العراقي، ولفتت للموارد الكبيرة التي تم حشدها لدعم الانتخابات الحرة والنزيهة في العراق، أيضاً للإجراء الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في مايو من عام 2020 لتعزيز ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الانتخابية للعراق، والمكلفة بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن بلاده تقدر الاهتمام الذي تبديه ألمانيا لمساندته في الأزمة الراهنة التي يمر بها. وقال ميقاتي خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنن أمس في السراي الحكومي في بيروت: إن لبنان قادر رغم الصعوبات على النهوض من جديد، وهذا ما تفعله الحكومة من خلال معالجة الأوضاع الطارئة التي يعيشها اللبنانيون والبدء بالإصلاحات الداخلية المتحدة. المطلوبة لوقف النزيف المالي والنهوض بالإدارة والمؤسسات بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج إصلاحي طويل الأمد ينطلق من الحاجات اللبنانية ومن أهمية دعم الدول والهيئات المانحة له بعد الاتصال الذي اجراه الرئيس السوري بشار الاسد بالعهد الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين بدات عوده تدريجيه للاجئين السوريين في مخيمات الاردن وعلى راسها مخيم الزعتري خاصه مع قرب مجيء فصل الشتاء القاسي علي المخيمات وقال الناطق باسم المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين في الاردن محمد الحواري ان عوده اللاجئين السوريين الى بلادهم قرار مستقل يخص اللاجئين انفسهم ختام النشره في امان الله.